احد اشهر المضمرين، احد الابطال في الميادين، يقدم لنا راهية في هذا الشوط المفتوح، اقوى اشواط الثنايا الى المعيدر. سلام يا المعيدر، سلام وسلام يا راهية، سلام. الله تنتزع الفيكسار وهذا الشوط الرئيسي. سلام يا العيدة، سلام تاني. عبد الله بن سعيد العيدة، الف مبروك الفوز يا اللورد، وتستاهل فوز راهية بالشوط المفتوح. الله يبارك فيك، والحمد لله على كل حال. سؤال دائما اساله المالك او المضمر، السلاله هذه على راهي مظفر وامامها جنة. نعم، بديت في السباق المحلي الثالث قوي، اخذت يمكن اربع اشواط ولا خمسة اشواط مع اللقاية، الجداء اخف شوي والثنائي اخف، ليش؟ دائما ما صعب انك تكشف اوراقك من اول مهرجان او الثاني او الثالث، يجب ان تكون يعني القوة مالتك توزعها بين الأشواط السباقات التمهيدية، وتكون في هناك رصيد حق مهرجان المؤسس، يعني المطايا السباق ما زجيناها في المهرجانات هذه، لازم تكون المؤسس يحتاج منا جهد، ويحتاج ان احنا نحافظ على سيف المؤسس. ابو سعيد، فيه بعض اخوانك الملاك سمعت منهم يقولون تصريحات عبد الله العيده مزعجه. بالعكس، هاي مداعبة، دائما اللي يتأثر من التصريح الإعلامي هذا ينصاد على طول، فخلك تتقبل، اسمع، اخذ الزين والشين خليه يروح. عبد الله، الفوز هذا لمن تهديه وش توعدنا به في المستقبل؟ والله هديه لكل مشجعين هجن السيلاوي، ونوعدكم ان شاء الله بالمزيد، ونقول لكم ان شاء الله المؤسس باقي لو جاونا مشاركين منافسين. بن سفران على هذا الفوز، جود مورنينج معزز، وصباح الخير لاهالي السيلية على انتزاعي وتحقيق معزز ناموس الشوط الاول الرئيسي. تهانينا والناموس لمالك معزز سلطان بن عبد الله بن غنيم الدوسري. فهد بن عبد الله بن غنيم الدوسري، الف مبروك فوز معزز واختطافه للشوط المفتوح الشوط الرئيسي. الله يبارك فيك يا ابو بريك وجعلك تسلم. وش سلالته؟ سلالة معزز الباز محمد بن سعيد مطوع الخيارين، وامها بنت رياض سمو الامير. معزز الحمد لله في رصيده سيارتين وسبق في اشواط نقديه. كيف شفت شوطه اليوم؟ والله يا ابو بريك شوط رئيسي، يعني وش رايك انت؟ شوط رئيسي يعني ما حد محضر في ذا الشوط الا يبي السياره ويبي الناموس. وشوط شفته انت من اول ما ضرب ستارت وهو شوط حامي، واعداد كبيره فيه. أعداد كبيرة وفضل من ربي، وتحطم التيم على يد معزز. صحيح، أعصابك كيف كانت أثناء مسار الشوط؟ والله يا أبو بريك الأعصاب تكون مشدودة، شوط رئيسي يعني، وكل يبي الناموس. الفوز هذا لمن تهديه؟ أهديه أول شيء سيدي سمو الأمير وإخواني الكرام ومن يحب شعار ابن سفران، ونقول بيض الله وجهك يا ابن سفران، كفيت ووفيت. الأخيرة ينطلق في تحديات وانطلاقة المركز الأول بالشمع اللحظات الأخيرة، تحقق الإنجاز وتنتصر بناموس هذا الشوط. الفيكسر مع بلشة والدعية يحقق هذا الإنجاز، والسلام وتحية واحترام للدعية من حقق الإنجاز، بلشة لمحمد بن علي بن سالم سنيد بن علي بن سنيد. المبروك فوز بلشة وتستاهل ناموس، يعني ناموس دايم. الله يبارك في عمرك أبو بريك. سابق اليوم والفوز يعتبر ناموس ناموسين، ناموس انتاجك وناموس الشوط الاول الانتاج الثنائي البكار. الحمد لله رب العالمين، كل التوفيق من ربي. وش سلاله بلشه؟ سلاله بلشه لب مبلش السعدون، والام مهجنه منتج قبلها قعود. مشاركاتها قبل اليوم؟ مشاركتها ثانيه على الشوط الرئيسي التمهيد الاول، والتمهيد الثاني رابع السياره، واليوم الحمد لله رب العالمين حققت النقطه واخذت السياره. شوط الانتاج اليوم الشوط الاول كيف شفته معك بكار سباق؟ انت قلبت الطاوله على كل المشاركين اليوم. والله ما يستهان به ولا يستهان في المشاركين، واحد يقدم الشوط الاول يتوقع اي مفاجاه، والحمد لله رب العالمين الله وفق بلش اليوم وسبقت اخذت السياره. بشرنا عن بارود وانتاج بارود. والله ابشرك انتاجه في بكره ماخذ السياره عليه في السباق ذا. خيره؟ نعم خيره، وعليه حشوان سباق ومفتوح السلاح للجميع. بيض
الله وجهك يا سنيد، والفوز لمن تهديه فوز بلشة؟ والله هديه للوالد علي بن سالم بن سنيد الدعية، ولجمهور بن سنيد محبين.